بيجي سياح البشارات بيجي سياح هذا كله الهند مش بالصين لا صين 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 ولا هدول إشي من نزوح والله الواحد بتعرف إيه والله حلوة البلد مزينينها هاي وينه هذا الدوق لورا بدنا نرجع هيك لأنه تحته حبيبة بس المشكلة بدي ألف من تحت هاي الكبريتة للعطور باخذوا عطورنا بعبوها لا والله هي عطور غير شكل ما بعرفش أقول لك إياه بتقدر تروح على اليمين ولا وين وين لا كل مرة بغيروا السير مرة من هون مرة بصير من هون شو في هون؟ قصب السكر عصير يا كنا نحبه قصب السكر بدك نصف هون؟ وين؟ مسموح لا ممنوع بدك تصف بدك تصف محل مسموح والله it's worth going down walking هون تفرج واحد أشكال وألوان بس الستات اللي بلبسوه عندي أنا عارف من هالدار هذول صرافندي فينا نروح على اليمين نروح على اليمين ولا على الشمال على اليمين وبعدين بنرجع لا اذا بدك على الشمال دغري على الشمال من على اليمين بنرجع على الشمال دغري على الشمال ايه بصيرش نروح على اليمين ونرجع لا فيش طريق بصير بعيد لجوا شو الناس وقت العصر هاي سبيل الحريات هاي ايوه تيك ا فوتو اوف ذس جن ذس از امبورتانت سايت رومان بيذنج هير هذا ذس وان هذا سوق هاي سيل مش هيك اخر سقف السيل سقف السيل خسارة مش احلى يكون في سيل ومي قلعته بس بكبوا فيه الوسخ مش مفروض يكون شيء حلو مفروض والله فكرك هون علقنا شكلنا اخذتهم من هناك مبين انا اخذتهم بالبص المفتوح صور كمان والله مش قديم عملتي اشي عملت لهم قايد انا قعدت اشرح لهم عن سبيل الحريات واشرح لهم عن المسجد الحسيني اشرح لهم عن جبل القلعة اشرح لهم عن جبل القلعة واخذناهم على معرض صور كان في مين كان في مشهورين اللي هذا اللي هو هذا ميمي واللي جمنا شكيب ميمي شكيب لا فؤاد ميمي اسمه فؤاد ميمي وهذا ايش اسمه من هناك مبين مش من هنا بقلك شو هون كان بحيرات وحمامات هاي حط ممنوع الوقوف الكل واقف ليش كنا نروح من هناك نلف ونرجع مظبوط بنقدر بدك نطلع على جبل القلعة لا بسكر حلو نايس ديكوريشن والله مزينين منيح البلد ما كنت عارفة هالقد مزينينها خليك على اليمين مشان تروح عند حبيبة ستيت اوف ذا رايت ايش ببيع هذا شاورما شاورما الشاطر
عاملين ديزاينز للعيد. بدح شاهدين وين اعطي اشارة كلهم تدحيش هون حبيبة بس وين دا صف صف كيف يعني والله دا كل حركة جديدة هاي بدفع اليمين هون هون المسجد الحسيني هاي شفتيه هاي ورانا هذا هون اتس انبيليفبل شوفي هذول الاتوار انبيليفبل شوفي هاي اي وحده الطائر الطائر الذهب يا اسود يا ذهب والله حلو اتس نايس شوف هون شو حاطين هيك هيك او زي تذكر البدويات بالزمان كيف كانوا يلبسوا هيك التواب لا مش التواب على راسهم على الراس الله اللي الراء تبعته طويله عند حبيبه طيب عشان يخلفوني راسه هون الدخله هاي حبيبه وين نصف الشرطه واقفين هاي شفتي يا حبيبه عليكي عيني عليكي You remember here, Jay? Yes, madam. You see how many people want to eat knafe? من جيب جبري مش جبري وين جبري؟ جبري ما بعمل شو؟ لا بجيب إذا بدك من حبيبة فوق من هاي على السيتي مول. طيب خلاص. My God. Look at the decoration, Jennifer. Yes. Very nice. Look here and here. والله very nice decoration. وكل هذول ببرع يوم طلع معيدين مظبوط كله ببرع على برع هون كان شو اسمه هذا هاي الأوبرج هون كان ابوي طبوا له الأوبرج فتح الجديد وين راح مش لا مش الأوبرج هذه هذه قهوه ثانيه بس الأوبرج ابوي كان يقعد بالأوبرج شو منين جاي هذه البابا كان يقعد بالمطعم الأوبرج الأوبرج هناك شفت كيف كلهم قاعدين على انا بدي اروح اقعد هيك زي هذول سامع شفت اللي قدامك هي وقفها طبعا بصيرش تطلع هاي الطلعه هاي لازم تتخالف هي اخذ رخصه بدي اخذ رخصه بدك نطلع هيك ونتنزل تمشوا في محل نصف فوق هاي طلعه الوبده هون خالتي كانت تذكر شفت هذا المحل قدامك هذا حلو القعده فيه شو رأيك؟ كله على عطر هاي صار في جاج جديد كمان كريسبي هاي حلوة هادي موست وانتد هادي عندهم شغلات كتير هاي بدها نزلة وماشي بلد هاي هدول شكلهم مبينين مبينين هاي بوزة ايش مش البرد هاي البرد حلوة it's nice بدك نصفه لا تروح اليوم نروح على الريمو ولا بعدها احنا شو بدنا نجيب هاي تواب حتى هون شو بدنا نجيب احنا هلا انت بدك تروح على شو اسمه؟ السيتي مول ولا نروح على محل اقرب؟ شو عندنا اقرب؟ في
كارفور بالجاليرية جنب الجاليرية شيك في الجاليرية. نجيب كنافة من مين نجيب؟ كان جبري بالبلد يبيع كنافة ما